مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم. هذه شروق نيوز وهذا كلام مباشر. عدد جديد قبل قليل، فرحة لم تكتمل، فرحة ما كملتش تاع الأشقاء التوانسة. فوز تاريخي صحيح على حامل اللقب العالمي المنتخب الفرنسي، ولكنه فوز شرفي في نهاية المطاف. تاريخي حاجة مليحة، شرفي. خرجت تونس من كأس العالم من الدور الأول، غادر المنتخب التونسي بالرغم من انتصاره أمام فرنسا حامل اللقب قبل قليل ضمن منافسات المجموعة الرابعة. المنتخب التونسي كان تفوق بهدف وهبي الخزري سجل في الدقيقة 58. علاش الفرحة لم تكتمل الفرحة التونسية؟ لأنه منتخب أستراليا اللي كان يجري مقابلة في نفس التوقيت مع الدنمارك سجل هدفا وانتصر بهدف لصفر، فارتفعت نقاط أستراليا وبالتالي ستكون هي التي سترافق المنتخب الفرنسي في التأهل للدور الثاني. المنتخب التونسي قدم أداء جيد، الجماهير كانت في الملعب تحيي، كان هدف تاع غريزمان في الدقائق الأخيرة نظن حتى في الوقت بدل الضائع، ولكنه لم يحتسب بعد لجوء الحكم إلى الفار وتبين بأنه فيه تسلل، وبالتالي حافظت تونس على تفوقها. ولكن كما قلت فوز تاريخي ولكنه شرفي وفرحة لم تكتمل بالنسبة للأشقاء التوانسة في انتظار السعودية التي ستدخل المواجهة الحاسمة بعد نهاية هذا البرنامج. السعودية راح تكون في مواجهة المكسيك، وطبعا هذه المجموعة فيها حسابات كثيرة لأن السعودية كان ممكن تتأهل إذا فازت أمام بولندا، ولكنها أجلت أو خلت حظوظها قائمة بعدما انهزمت. وطبعا الأرجنتين ستواجه بولندا فيما تواجه السعودية المنتخب المكسيكي. ولكن قبل ما تروحوا تشوفوا هذه المقابلتين لأنه راح يكونوا بعد نهاية كلام مباشر إن شاء الله. البارح كانت كاينة أيضا مواجهة الولايات المتحدة مع إيران، وقلت بأنه هي حرب أكثر منها مواجهة كروية، وانتهت بأقل الخسائر الممكنة في نهاية المطاف. ما كانتش فيها خسائر كبيرة، هدف واحد صنع الفارق وتفوقت الولايات المتحدة وسافرت إلى الدور الثاني، فيما إيران أضاعت تأهلا كان بين أرجلها. هذه صورة أمير قطر كان يناصر المنتخب التونسي في الملعب، أمير قطر الذي يرافق كل المنتخبات العربية في هذه البطولة، بطولة كأس العالم. وزير الخارجية الأمريكي، بالعودة إلى مقابلة الولايات المتحدة وإيران، حتى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن قال سنربح إيران، الرئيس بايدن قال فزنا على إيران، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية قال بأن الإيرانيين بفوزهم السابق على ويلز أناروا قلوب وعقول وعيون الشعب الإيراني. بتشوفوا باللي المقابلات في نهاية المطاف، المقابلات عندها ريتم رياضي ولكنها عندها أيضا جانب سياسي. حتى سفيرة الولايات المتحدة بالمناسبة نشرت فيديو، السفيرة أوبن هنا في الجزائر نشرت فيديو رانا نشوفه فيه وهي تستعد لمشاهدة مباراة الولايات المتحدة مع إيران، بصح استعداد وكأنها ذاهبة إلى حرب، يعني كل الاستعدادات هذه وتضع الألوان تحت العيون، وبعدها ذهبت إلى القاعة حيث ستشاهد المباراة. هذا هو المسار، ذاهبة في مسار لتحارب بالعلم الأمريكي. في النهاية أنت إذا لم تستطع، وهنا تجلس طبعا لمشاهدة المباراة، والتيليكوموند هو وسيلة الحرب وكأنه سلاح، قالت فلتبدأ المباراة فلتبدأ المعركة. في النهاية كرة القدم تعولمت وأصبحت تصدر لنا قيما، إذا لم تستطع السياسة تكريسها فالكرة تكرسها في نهاية المطاف. أيضا بما أن بدينا في الرياضة خلونا نهضر على الرياضة. كلام كثير حول جمال بالماضي في الساعات الماضية، الأيام الماضية كان كلام كثير حول جمال بالماضي، لماذا لم ينسحب بعد فشله في المرور إلى المونديال، هل كان يتحمل السبب في الإقصاء،
هل قسم وحده أم بالماضي بتكتيكاته؟ المهم الخبر الجديد باش ما نقعدوش في أسطوانة الكاميرون وقسم وغيره، الخبر الجديد هو توقيع جمال بالماضي أو اقتراب توقيعه لعقده الجديد الذي يستمر إلى 2026، وبذلك يكون جمال بالماضي قد رد بطريقته الخاصة على كل خصومه ومنتقديه. جمال بالماضي سيستمر في منصبه حتى 2026، والحديث أن العقد تم الاتفاق حوله، حتى كان كاين مصدر مقرب في الفاف تحدث لجريدة الشروق اليومي وقال كل الكلام الذي يدور حول جمال بالماضي في الفترة الأخيرة ما هو إلا زوبعة في فنجان. وهذا الأخضر باللومي أسطورة كرة القدم الجزائرية خرج أيضا في تصريحات للشروق وقال أنا مع بقاء جمال بالماضي في منصبه والاستقرار. وحتى رابح ماجر خرج وقال، رغم أنه رابح ماجر دائما تصريحاته خارج النص، قال أنا الذي مهدت الطريق باش نربحوا كأس أفريقيا في 2019. عموما رابح ماجر والله مع احترامي لتاريخه الكروي وليقبلها مني جملة أنا أحترمه جدا، بصح ما كانش واحد أساء لرابح ماجر الأسطورة الرياضية أكثر من رابح ماجر الذي يتحدث في الصحافة الآن. فماجر عنده رصيد شعبي كبير لا أحد ينكره، ولكن كلما يتكلم يعني يخرج عن النص. المهم ليس موضوعنا ماجر، موضوعنا هو عقد جمال بالماضي، وهذا العقد كم يستمر، ما هي أهدافه، ما هي الشروط إن كانت هنالك شروط وضعها جمال بالماضي، وكيف تم التوصل إليه. معنا زميلي دائما الذي يناقش معي الملفات الرياضية وهو رئيس تحرير الرياضة في جريدة الشروق اليومي، الزميل ياسين معلومي عبر الهاتف. ياسين مساء الخير، مرحبا. مساء الخير قضاء، ويعطيك الصحة على الاستضافة. أهلا بك. طيب ياسين، قبل ما نروح إلى بالماضي نهنئ التوانسة وفي نفس الوقت نقول فرحة لم تكتمل في المونديال، أليس كذلك؟ قضاء كنا نستناو يعني بعد إمضاء الخزري للهدف أمام المنتخب الفرنسي كنا نقولوا أنه ربما تحدث معجزة. يعني أنك يعني المنتخب الفرنسي يعني بالأرمادة تاع اللاعبين تاعو اللي يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف الفيفا، المنتخب التونسي اللي يحتل المرتبة 30 في تصنيف الفيفا، يعني باش يفوز عليه. يعني صح بدات المعجزة ولكنها لم تكتمل. نظن المنتخب التونسي قدم عليه وأكثر، وننجم نقولوا قضى في المونديال هذا رانا نشوفوا العديد من المفاجآت، يعني والفوز هذا هو ثالث فوز لمنتخب عربي في كأس العالم. السعودية فازت على الأرجنتين، المغرب فازت على بلجيكا، واليوم تونس تفوز على فرنسا. نجم نقولوا بلي هذا ربما مونديال المفاجآت، ولكن المنتخب التونسي يعني أنهى المنافسة ب كما نقولوا أربع نقاط. صحيح. هذا ما كانوا يستناو، يعني حتى في نهاية اللقاء ما شفناش أنه المنتخب التونسي والجماهير كانت يعني غاضبة على المنتخب تاعها ولا لا. أنك تفوز على المنتخب الفرنسي، وزيد منتخب الفرنسي هذا قضى بطل العالم في 2018، يعني بالأرمادة تاع اللاعبين تاعو. أنا نظن أن المنتخب التونسي قدم عليه، وهذه كرة القدم أنك اليوم لازم تصحح الأخطاء في المستقبل. فقط قضى يعني في دقيقة فقط أنه المنتخب التونسي بالفوز هذا أنه الفوز هذا قضى مفيد من واحد الناحية، خاصة في ترتيب الفيفا اليوم، أنك المنتخب التونسي اللي يحتل المرتبة 30 في تصنيف الفيفا بهذا الفوز راح يتقدم بكثير قضى. هو يحتل المرتبة الثالثة في تصنيف الفيفا افريقيا، انا نظن راح على الاقل يزيد على الاقل بمرتبه يعني واحده. يعني دائما الفوز امام الناس اللي تحتل المراتب الاولى هو فوز يكون مفيد محسوب. ومفيد جدا قدر. طيب ايضا قدام نروحوا الى جمال بالماضي والموضوع تاعو، علينا ان نحيي ايضا الصافره الجزائريه ممثله في السيد مصطفى غربال مره اخرى. نظن باللي راه مرتب الان ضمن احسن الحكام في هذه الدوره، شفناه قبل قليل في مباراة الدنمارك وأستراليا، وأنا لم أشاهد المباراة للأمانة، بلك أنت شفتها ياسين، وشفت كيف أدى مصطفى غربال هذه المباراة.
مما يرشحه ربما لمباريات أهم في الأدوار المقبلة. شوف قدا أنا راني درت اليوم كما يقولوا زوج كما يقولوا دو تيليفيزور، واحد صحيح. كنت نشوف فيه لقاء المنتخب الفرنسي والاخر كنت نشوف فيه لقاء استراليا والدنمارك. قدا انا نقول لك حاجه، وتحدثت منذ واحد النصف ساعه مع جمال حمودي اللي هو ثاني تابع اللقاء، قال لي انه بصريح العباره الحكم مصطفى غربال ادى لقاء في المستوى، تحكم يعني في اللقاء، كان حاضر في كل اللقطات، لم يرتكب اي خطأ، وعلى حسب، وكان قال لي في تصريح لشروق اليوم انه اليوم جمال حمودي هو من بين احسن 7 إلى 8 حكام في يعني المتواجدين في المونديال، يعني نجم نقولوا اليوم انه هو 8 احسن حكم في المونديال. على حساب جمال حمودي قال لي انا نرشحه بقوه 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 باش يكون متواجد على الاقل في يعني نهائي. يعني على الاقل يزيدوا يمدوا له لقاء يعني في الدور القادم، سواء في الدور الثمن او الربع النهائي. اليوم قد لازم نقولوا عنده 36 سنه، لو يعني يبقى في نفس يعني الفورمه هذه من يعني من المنطقي باش يكون حاضر على الاقل في المونديالين القادمين قدم. ان شاء الله كل التمنيات بالنجاح لمصطفى غربال الذي يمثل الصافره الجزائريه والجزائر عموما. بالماضي الآن ماذا عن العقد؟ هل تأكد رسميا؟ هل وقع أم لم يوقع؟ وما هي التفاصيل؟ ياسر لو نجول موضوع جمال بن ماضي. جمال بن ماضي كان اتفق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني في اللقاء مباشرة بعد نهاية اللقاء الودي الذي لعب بوهران بين المنتخب الجزائري ومنتخب نيجيريا يوم 27 سبتمبر. كان هناك لقاء بين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وجمال بلماضي، وتم الاتفاق رسميا على تجديد العقد إلى غاية 2026 مع بعض الأهداف، منها كأس إفريقيا 2024، كأس إفريقيا 2025، وطبعا التأهل إلى كأس العالم. مباشرة بعدها جمال بلماضي في الندوة الصحفية بوهران كان أكد بطريقة أو بأخرى الاجتماع اللي جمعوا مع رئيس الاتحاد، وقال بصريح العبارة أنه سيوقع على ملحق ستنافنو للعقد الذي يربطه بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. المستجدات قادة، تحدثت منذ حوالي ساعة مع مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ويعني أكد لي ما يلي، قال لي بالماضي بصريح العبارة باقٍ إلى 2026، قال لي العقد لم يمضى بعد ومتواجد في الأمانة العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وسيتم الإمضاء عليه قريبا، سواء يرسل إلى جمال بلماضي عبر يعني عبر الإيميل أو مباشرة بعد مجيئه إلى الجزائر، علما أنه لا يوجد أي خلاف بين الاتحاد الجزائري وجمال بلماضي. جمال بلماضي كما قلت انتقد في الحصة السابقة كان متواجد بالعمرة، ثم تنقل مباشرة إلى فرنسا، ويعني وما يكونش متواجد في كأس العالم، هو قالها في الندوة الصحفية تاعو، قال أني راح نشاهد كأس العالم من على شاشة التلفاز. قدا يعني العقد جاهز ومتفقين على كل بنود، ولكنه لم يوضع بعد، ولكن وهو موجود على مستوى الأمانة العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ولكن لم يوقع حتى الآن. نعم. وهذا العقد هل فيه جديد مقارنة بالعقد السابق أم يعني تحديدا على مستوى الأهداف؟ هو تقريبا نفس العقد، زادوا له ملحق فقط، يعني الملحق الحاجة اللي زادوه في يعني اللي زادوها فيه زيادة هي الأهداف. قادة أنك لازم المنتخب الجزائري، هو كان قال جمال بلماضي في الندوات الصحفية تاعو أنه راح يعمل على تطوير المنتخب الوطني وعلى جلب لاعبين جدد بداية من شهر مارس، واللي راح يحضروا، معناها الأهداف لازم تكون محددة، ولكن الهدف الرئيسي الذي يسعى الاتحاد الجزائري له وهو التأهل إلى كأس العالم 2026 قدا. وعندما يصل إلى كأس إفريقيا كوت ديفوار 2024 اللي تقريبا نقول بأن مفصول فيها الجزائر ستشارك، حسب البعض أنه بشرط أن نصل إلى النصف النهائي.
شوف قضى الاهداف الاهداف تاع كاس افريقيا اهداف تاع كاس افريقيا ممكن جدا تكون عندك مثلا المنتخب كبير وما يلحقش ممكن، ولكن الاهداف انا شفت احد زملاء قال انه نصف النهائي، ولكن انا يعني مصدري من الفاف قال لك على الاقل ربع النهائي، على الاقل تجاوز الدورين الاولين قضى. هل هذا يعتبر رد على كل الأصوات التي طالبته بالذهاب؟ هذا رد على أساس أنه حتى قرينا في الشروق مقالك ياسين بأنه أو الوصف الذي استعمل بأن كل الانتقادات هي زوبعة في فنجان، يعني هذا رد تقريبا رسمي؟ لا لا، قد مصدر رسمي من الاتحاد الجزائري لكرة القدم قال لي كل ما يقال عن جمال بن ماضي ومغادرته او يعني ذهابه من تدريب المنتخب الوطني او استقالته او اقالته قال لي ما هي الا زوبعة في فنجان، لان الاتفاق كان قد تم يعني بعد لقاء نيجيريا بوهران يوم 27 سبتمبر، ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان اعلنها رسميا لما استرفات الاذاعة الوطنية وقال انه جمال بن ماضي راح يجدد العقد تاعو الى غاية 2026. يعني رئيس الاتحاد قال، المصدر تاعي قال لي جمال بن ماضي اكدها، ولكن لماذا في هذا الوقت بالذات؟ قدر احنا انا حضرت ندوات صحفيه لجمال بن ماضي ولا مره تحقق يعني تحدد على يعني تكلم على تجديد العقد، قال لك انا عقدي مع الجزائر ومع بلدي يعني العقد هو عقد معنوي، معناها هو باقي. اليوم قد شفنا اللاعب الدولي السابق الاخضر باللومي يقول باللي صح، قال باللي انه صح جمال بن ماضي لابد ان يبقى، ولكن اشهر قد البطاقه الحمراء في وجه بعض اللاعبين ويقصد يعني ربعه ولا خمس لاعبين الذين تجاوزهم الزمن ويعني ولاو ما يمدوش. مفهوم. واش ننتظروا منهم؟ اليوم كاين يعني كاين بعض الاسماء اللي هي جايه، عوار اي تنوري واخرين، نظن قد في يعني في ربما في شهر يعني مارس راح التركيبه تاع المنتخب الوطني راح تتغير الى غايه كاس العالم 2026. شكرا لك ياسين. خلينا نزيدوا معلومه. تفضل ياسين. انه بنسبه كبيره تم تعيين مصطفى بسكري على راس المديريه الفنيه للاتحاد الجزائري لكره القدم، ومن المنتظر ان يتم تنصيبه غدا في الصباح بمقر الفاف قدم. مصطفى بسكري هو المدير الفني الجديد، منطقيا المنصب الذي كان قد فتح للترشيحات. يعطيك الصحة ياسين معلومي زميلي رئيس تحرير الرياضة في جريدة الشروق اليومي. شكرا ياسين. شكرا. قبل يومين كنت تمنيت الشفاء العاجل لعثمان سعدي المجاهد والدبلوماسي والكاتب. اليوم استيقظنا صباحا على خبر وفاته رحمه الله. عثمان سعدي مثلما قدم عبر وسائل الإعلام والتقارير كلها فارس يترجل، هذا هو الوصف الذي قيل، وهو أيضا رئيس جمعية الدفاع عن اللغة العربية لسنوات طويلة. عثمان سعدي التحق، هو من مواليد 1930 في تبسة، التحق بالحركة الوطنية في سن مبكرة، وكان ضمن أول دفعة تخرجت من معهد العلامة عبد الحميد بن باديس وأولى البعثات الطلابية إلى المشرق العربي، حيث نشط لاحقا في ممثليات جبهة التحرير الوطني لا سيما بالقاهرة. هذه هي الصورة، عندنا هذه الصورة تاع البشير الإبراهيمي الشيخ العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله. عثمان سعدي هو رقم ثلاثة اللي راه مكتوب فوق رأسه رقم ثلاثة، يعني على يمين الشيخ الإبراهيمي رحمة الله عليه هنالك أحد الشباب الذين كانوا طلبة، ثم السفير والوزير محي الدين عميمور أطال الله في عمره، وإلى جانبه عثمان سعدي بأناقته. وهنا هذه الصورة اليوم تم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد الاستقلال تقلد الراحل عدة مناصب في السلك الدبلوماسي، انتخب في المجلس الشعبي الوطني، اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، وعنده عدة مؤلفات ومقالات في التاريخ واللغة والثقافة. تولى رئاسة الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية، وباسم هذه الجمعية كان ينشط حتى في سن متقدمة، حتى الأيام الأخيرة يعني من وفاته
اتصل به زملاء صحفيون لغرض إنجاز مواضيع، فإلى غاية وقت قريب يعني قبل أن يسقط مريضا كان يعتذر بلا باقته المعهودة ويقول بأن وضعه الصحي لا يسمح له بالتصريح ولا بالكلام ولا بالمشاركة في البرامج. الآن نقول بأن الكل كان يحب عثمان سعدي، نكذب عليكم. عثمان سعدي كان له خصوم وأعداء ومنتقدين، لأنه معركته كانت كبيرة. شخصيا أنا قابلته في برامج سابقة وكان مثلا هذه صورة من برنامج سابق هنا الجزائر على الشروق الإخبارية في سنة سابقة، كان ضيف البرنامج ودخل حتى في مناظرات، كان لا يمل من الدفاع عن اللغة العربية وعن قناعاته وأفكاره. ولكن قلت أنه كاين ناس يختلفون معه، والشهادة لله والأمانة أنه هو كان يختلف مع هؤلاء بأخلاق الفرسان، يعني ولا مرة حتى مع من يصغره سنا وتجربة وخبرة كنت أحس بأن الدبلوماسي والمجاهد عثمان السعدي يدخل معه في نقاش عادي بدون أبوية. فرحمة الله على عثمان السعدي، هذا الرجل اليوم تم دفنه بعد صلاة الظهر، تعزينا لعائلته وأيضا نتمنى أو ندعو الله أن يرحمه، أن يرزقه الرحمة وأن يغفر له. أيضا كان عندنا اليوم خبر حزين آخر يجب أن نتوقف عنده، هو رحيل صوت إذاعي مميز، هو برهوم بوجمعة. ربما الكثير لا يعرف شكله، اليوم شافوا شكله برهوم بوجمعة، لأن صوته من يستمع إلى الإذاعة القناة الأولى سيفتقد هذا الصوت الجهوري القوي المثقف. فجميعا كنا نستمع إلى الإذاعة وما زلنا نستمع إلى الإذاعة ونشكل لبعض المذيعين صورا وملامح تقترب تبتعد، هذه حاجة أخرى. بصح برهوم بوجمعة كان عندنا صورة عنه توازي هذه الصورة التي نشاهدها، على أساس أنه رجل مثقف صوت محترم، والإذاعة اليوم تفقد هذا الصوت الذي لا يمكن تكراره إلا بصعوبة. ما نقولش لا يمكن تكراره أبدا، ما زال كان الخير في أجيال جديدة، ولكن برهوم بوجمعة هو صوت مميز، ثقافة واسعة، موسوعة، متنقلة، وأيضا أخلاق عالية. كل من ترحم عليه اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر صورة له من المذيعين الشباب أو التقنيين الشباب في الإذاعة الوطنية إلا وذكر محاسن ومناقب هذا الرجل. وهذا ما يبقى بعد الوفاة، وش يبقى بعد الوفاة؟ الذكرى والسيرة العطرة والمحاسن الجميلة. رحمة الله على برهوم بوجمعة ورحمة الله على عثمان السعدي، تعازينا لعائلتهما وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاصل قصير مشاهدينا، بعده مباشرة سنتحدث في مواضيع كثيرة، ابقوا معنا في كلام مباشر. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء في كلام مباشر. هذه الأيام تدرس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ترشيحات جديدة من عدة بلدان لإدراج فنون ثقافية غير مادية على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال الاجتماع 17 للجنة المعنية بالمنظمة والذي افتتح الاثنين الماضي في العاصمة المغربية الرباط. هذا القائمة تضم 56 ملفا بينها 4 تستدعي إجراءات عاجلة لصونها من الاندثار، مثل فن الخزف الخاص بقومية شان في فيتنام حسب ما أوضحت المنظمة. وهنالك أيضا عدة طلبات وترشيحات من بلدان عربية، أبرزها موسيقى الراي الجزائرية. الجزائر تقدمت بطلب لاعتبار موسيقى الراي تراث جزائري. صلصة الهريسة التونسية، التوانسة تقدموا بطلب رسمي إلى منظمة اليونسكو لاعتبار الهريسة
هي تراث تونسي لا ينازعهم فيه أحد. الخنجر العماني، الخنجر العماني المعروف في لبسه، وهنالك مواقع تراثية. هذه مسائل في غاية الأهمية، لأن البعض يعتقد بأنها بسيطة ولا يجوز الدخول في منازلات ومعارك وحروب من أجلها، ولكن هذه ثقافة شعوب وهوية شعوب وانتماءات، إن لم تدافع عنها أنت سيأتي من يأخذها على طبق من ذهب، ثم تصبح أنت بلا هوية بلا انتماء بلا حضارة. فهذه أكثر من يعني كما كنا نهضر على المونديال وكرة القدم يكرس هويات وسياسات، التراث الثقافي أيضا يكرس هويات وثقافات. واليونسكو هي ساحة المعركة، هي خط الفاصل ما بين الدفاع عن موروثك وما بين التخلي عنه. وبدأت اليونسكو في اجتماعاتها في المغرب الإعلان عن بعض الترشيحات والملفات على غرار مثلا الرغيف الفرنسي. حتى عندنا تغريدة عن الرئيس ماكرون وضع صورة طفل مع رغيف فرنسي بدون أن يعلق، يعني بدون تعليق، هو عبر عن فرحته باعتماد الرغيف الفرنسي موروثا أو يعبر عن الهوية الفرنسية. فالرغيف الفرنسي حسب المنظمة يمثل تراثا عالميا غير مادي. هذا لا يعني بأن الرغيف في حد ذاته هو المعني بالحفظ، لأنه البعض قد الخبز يقولك الباقيت هذه تاع الخبز تاني داروا لها تراث وهضروا عليها. هي المقصود به المهارات التقليدية والثقافة المحيطة بصناعته، مثل طبق الكسكسي أو أي طبق آخر تدافع عنه الجزائر. ليس المعني الطبق في حد ذاته، ليس الأكل، هذا اللي خمم، هذا اللي خمم ببطنه، بصح اللي خمم بعقله يعرف بأن المعني هو الثقافة المحيطة بهذه الأطباق، طرق صناعتها، التقاليد المرتبطة بها. فالجزائر عندها طلب تاع اعتماد أغنية الراي كموروث جزائري. وهنالك حتى تصريحات، بما أنه الحادث الاجتماع في المغرب، وبما أن حتى أودري أزولاي هي رئيس اليونسكو وهي من عائلة فرنسية مغربية، يعني ليس سرا القول أن أودري أزولاي هي بنت أندري أزولاي، سأعود إلى هذا الموضوع فيما بعد، ولكن دعونا نركز على الراي كملف جزائري وما هي حدود الجزائر وهل سترافع بشكل جيد. معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد القادر بن دعماش، الباحث في التراث الفني والثقافي الجزائري. سيد بن دعماش مساء الخير، مرحبا بك. أهلا وسهلا. طيب أهلا بك. طيب سيد بن دعماش، هل يمكن القول أن هذه هي الخطوة النهائية التي تفصل لاعتماد الراي كموروث جزائري، وما هي حدود الجزائر أو الشروط المطلوبة لتحقيق؟ لا، الشيء اللي عملوه في الاثنين الماضي هذا في هذه العملية هذه تاعها هو فقط اجتماع من طرف المنظمات العالمية لليونسكو، هذه حاجة يعني كاجتماع فقط وين يديروا حوصلة على التراث المادي بصفة عامة، ويدرسوا من بين النقاط، يدرسوا كذلك أغنية الراي وكيفاش تكون من نصيب لإخواننا في المغرب. هذه حاجة أخرى. ما هي الحدود الجزائرية في هذا الموضوع؟ الحدود يعني تامة 100%، لأن هذا التراث عنده تاريخ وعنده جغرافية ترعرع فيها وأبصر النور فيها، هي من نقدر نقول سيدي بالعباس غيليزان وهرن استغالم، هذه هي المحيط، وحتى السعيدة نقدر نقول هذا هو المحيط تاع ميلاد تحد الأغنية. نقدر نقول في القرن 18 كانوا النساء الجزائريات هذا آنذاك كانوا يتغنوا بهذا النوع اللي هو نسوي بأتم المعنى، وعندنا أدلة، وعندنا يعني الملف راه واجد، ووزارة الثقافة والفنون راهي محضرة روحها باش تقدموا يعني بمعنى الكلمة، وبحضورنا كثيرة في هذا الموضوع. وعندنا كذلك التسجيلات العديدة اللي اندارت في بداية القرن العشرين مع
شيخات كبار وعند ناشرين كبار مثل الجراموفون ولافواتسوميت وكولومبيا وباتي وبوليفون وهذيك وباسيفيك، هذو كامل اللي كانوا يسجلوا هاد الأغاني مع مطربات كبار مثل فاطمة بنت خادم، مثل حاسبة بنت محمد، مثل زهرة بنت عدة، وروح خيرة قنديل فاطمة الخادم، وروح والزهرة الغليزانية وعيشة الغليزانية، وبزاف كاينين يعني كثير، هما بالك تقريبا بعض المئة من هاد المطربات الكبار اللي كانوا يعملوا في هذا الميدان ما نعرفوش في تاريخ جيراننا، يعني حركة تاع أغنية الراي في 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 وقتهم، ونعرفوا تاريخهم ونعرفوا تاريخنا، يعني كل المغرب العربي كل تاريخنا نجمون نتكلموا عليهم. ما كانش هذا النوع اللي واسمه الراي، وهو الراي أغنية يعني نسائية بمعنى الكلمة، وكانت يعني تمشي وتحدث الناس على المسامحة وعلى الدين وعلى الآراء اللي لازم يأخذها الإنسان في وسط العائلة إلى غير ذلك. يعني يمكن القول سيد بن دعماش فرنسا هي اللي بدلت لنا النوع هذا ودارت فيه أغاني يعني تمشوها وما كانش كما في السابق. صحيح، يعني يمكن القول بأن الملف الجزائري مكتمل ولديه كل الحجج التاريخية والفنية. شوف كاين مرتين وتقدم مرتين، هذه المرة الأخرى هذيك عاودت جات في 2021، والآن عندنا ملف يعني قوي وفيه كل الجوانب التاريخية والفنية وكل شيء راهو فيه الآن، وحنا حدودنا كبيرة في هذا الموضوع. طيب هذا من أجل أن يكون أو يسجل الرأي موروثا وطنيا خالصا، لأنه جيراننا في المغرب دائما من شهر مارس، يعني العملية تبدا في شهر مارس، ماشي دروك اللي داروا على اجتماع يعني عادي لنسكو وشخصيا كنت مدعو إليه، ولكن صحيح. ما شاءت القدر بلش ما صحيح مارس. صحيح، طيب هو اجتماع عادي سيد بن دعماش، بصح القرار سيصدر في هذا الاجتماع. ايه القرار تاع تقديم ملف كما احنا رانا مواجدين باش نقدموه. لا هو لانه مثلا الرغيف الفرنسي تم الفصل فيه مثلا. ايه. يعني هنالك قرارات بدات تصدر نهائيه. صح، بصح اغنيه الراي راهي ملف كبير، وكان كنا نعرفوا باللي في البدايه بداوا يديروا باللي هو تراث مشترك وكذا، ولكن لا ماهوش مشترك، احنا عارفين تاعنا وعارفين واش نقدروا نديروا، والعمليه متواصله. طيب على ذكر هذه الفكره تاع التراث المشترك، يبدو بان سفير المغرب لدى اليونسكو في تصريح في يوم أمس قال بأنه كنا نأمل تقديم ملف مشترك حول فن الراي الجزائري. هو قال الراي الجزائري، يعني هذا باعتراف، وهذه بالمناسبة هذا التقرير مأخوذ على الجزيرة، يعني ما هوش مأخوذ عن وكالة إعلام جزائرية. انتبهتوه بملف يعني كامل الكامل يعني المواصفات تاعو، كما خطر فيها إجراء كبير، فيها إجراءات كبيرة، فيها ملفات تقدم وفيها إجراء يعني دقيق، ماهوش فقط نعملوا ملف يعني روحو. لا الجزائر ترفض مطلقا بتاتا فكرة ملف مشترك، ما كانش ما عندهاش علاقة سيد بن دعماش، سؤالي ما عندهاش علاقة بالظروف السياسية بين البلدين، حتى لو كانت الظروف مليحة. لا هما إخواننا والشعب المغربي تاعنا. لا ماشي هذا هو سؤالي، ويعرفوا تاريخنا. ماشي هذا هو سؤالي، يعني فرضا كانت العلاقات جيدة، هذا ليس معناه أننا نقدم ملف مشترك منذ الأس. ما عندوش علاقة. ما عندوش علاقة. هذا هو اللي حبيت أنا نحضروا على الميدان، والميدان هذا هو تاريخي، لو كان نكون يعني موضوع يعني قضية تكون موضوعية، الملف لا غبار عليه. صحيح. يمشي. طيب كاين ملفات أخرى تقدمت بها الجزائر سيد بن دعماش لليونسكو؟ الملف الأول ولا كيفاش تكلم؟ كاين يعني الراي ليس الملف الوحيد، ولكنه الوحيد في هذا الاجتماع. في هذا الاجتماع. طيب ما أهمية، ربما قد يطرح سؤال بسيط أحد المواطنين اللي راهم يشوفوا فينا، يقول لك ما أهمية أن تعتمد اليونسكو الراي كموروث جزائري؟ كيفاش ما فهمتش مليح؟ يعني ما فائدة، ماذا سنستفيد؟ لا ماشي ما فيهاش فائدة، فيها اعتراف تاريخي فقط. هذه هي. اعتراف تاريخي كما اعترفونا بعدة يعني حاجات كما
اهلي الاول وروح من انا 8 الاولين وحنا ماشيين. يعني هذه قضيه ما لا غبار عليها، هذه جزائريه محضه، وحنا نعترف لهم بامور اخرى. نقولوا كما نتكلموا على الملحون مثلا وهو جزائري محض، يعني شعرا، وحتى هما يتكلموا على الجزائريه هما بنفوسهم، وكاين شهادات عديده شعريه وشخصيات كبيره تتكلم على هذا الموضوع. يقول لك الفن تاع الشراقه معروف بهذه القضية، هذه شعراء كبار يتكلموا فيها، وعندنا الأدلة. نرجع للرأي، من الرأي هذه قضية تاريخية ما ونعرفوهم وعندنا الأدلة. الأستاذ عبد القادر بن دعماش الباحث في التراث الفني والثقافي والموسيقي الجزائري، شكرا جزيلا لك. تحيت خويا بسلام، يعطيك الصحة. الفكرة أنه الجزائر ما عندهاش مشكلة تدير ملف مشترك، ولكن قائمة على الحقيقة وليس الكذب. مثلا كنا نهضروا على طبق الكسكس الشهير في المغرب العربي، تقدمت به الجزائر، موريتانيا، المغرب وتونس في 2020، وسبق للمنظمة أن سجلت فنونا ثقافية من هذا النوع. الرأي الجزائري، بالمناسبة السيد بن دعماش قال فكرة مهمة، قال لك الرأي الذي كنا نعرفه في السابق ونطالب بتسجيله هو الرأي النظيف القائم على الكلمة الملحون الذي يهدف إلى إضافة قيمة، ماشي الرأي تاع هاد الأيامات خيمة تحسبون أنا هضروا على الرأي تاع والعياذ بالله. هادوك غير مصنفين لا في اليونسكو ولا هادوك مصنفين في حاجة تقرأ. ولكن تصنيف التصنيفات هذه، عندي نعود نولي التصريح سفير المغرب لدى اليونسكو سمير الدهار، وبلا ما نحلف هذا مقال من الجزيرة نت، ادخلوا في الجزيرة نت تلقوا الموضوع، أو عندنا الجزيرة نت نظن إذا كان هذا هو البقال ولا. ماذا يقول السفير المغربي؟ كنا نأمل تقديم ملف مشترك حول فن الرأي الجزائري الذي يوجد أيضا في المغرب. واش قال؟ فن الرأي الجزائري الذي يوجد أيضا في المغرب، بصح في الأساس هو جزائري. ففي النهاية هذه ثقافات، مانيش نقول لكم استمعوا الرأي، أنا نقول هذا جزء من هوية لا يمكن التنازل عنه. تونس دارت ملف على الهريسة، باش تا واحد ما يقول الهريسه من غير الهريسه التونسيه. عمان على الخنجر، مساله ثقافيه في العموم في الاساس، لا نتحدث لا عن الراي ولا عن قيمته ولا نطلب بسماعه، وانما نتحدث عن مسائل ثقافيه. يبقى انه اليوم اودري ازولاي المديره العامه دارت حوار مع ملك المغرب، عندنا حتى الصوره. ملك المغرب لم يظهر في مناسبات كثيرة مؤخرا، لا شأن لنا بهذا الأمر، هذا شأن داخلي، بصح ظهر مع مديرة اليونسكو. مرت بزاف كثير من المناسبات السياسية والأحداث، ولكنه لم يظهر إلا مع مديرة اليونسكو. ماذا يدل هذا؟ يدل على أن الثقافة مسألة خطيرة، السياسة تتغير حسب المصلحة، بصح الثقافة لا تتغير، الهوية لا تتغير. كما أنت في أصلك ستبقى، أصلك أصلك، السياسة حسب المصالح، اليوم خلاف غدوة اعتراف، ومصالح دائمة ومصالح مقطعة ومصالح، بصح الهوية والثقافة مسألة لا يمكن التنازل عنها. لذلك ماكرون لما جاء للجزائر وراه فرحان بالخبزة هذه تاعو اللي كيعترفوا بها، الرغيف الفرنسي، عندنا حتى التويتة، هذه هي الرئيس الفرنسي دار تويتا فرح بالرغيف الفرنسي اعترفت به اليونسكو. ولما جاء الجزائر حكى على السينما والثقافة، ما حكاش على الاقتصاد برك والغاز والبترول، حكى على اللغة الفرنسية، على الثقافة الفرنسية، على السينما، لأنه يريد أن يغزو العقول قبل أي شيء آخر. الاقتصاد أيضا البترول طالع هابط، بصح الثقافة تاعك هي الأساس، لغتك هي الأساس، هويتك هي الأساس. فيجب أن نحذر كثيرا، مانيش حاب ندخل في نظام المؤامرات أن أودري أزولاي هي بنت أندري أزولاي، عندنا صورة مع والدها اللي هو المستشار الأول، هذا أندري أزولاي المستشار الأول اليهودي معروف طبعا للملك المغربي الراحل الحسن الثاني وللملك الحالي محمد السادس. يعني حتى في المذكرات والكتب اللي عندها علاقة بالقصر الملكي
أزولاي حجر أساسي في القصر في المخزن، رجل المشورة الأول، وابنته الآن على رأس اليونسكو. وخمنوا ما قد تخمنوا، أنا ما هنا أتوقف عن الموضوع، بصح سنعود له فيما بعد. اجتماع في المغرب، مديرة اجتمعت مع الملك، ملفات جزائرية محطوطة على المنافسة على الطاولة، مسائل واضحة، كل واحد يدافع عن بلده. اليوم كان هنالك اجتماع للحكومة في تسم سيلت، واحدة من أفقر الولايات والتي تحتاج إلى تنمية وتحتاج إلى اهتمام. رئيس الوزير الأول أعلن عن 90 مشروع جديد بقيمة 100 مليار دينار جزائري، وقال بأن هنالك ورقة طريق لمتابعة كل المشاريع. حدد يعني سقف هذه الورقة، ماشي نديروا اجتماعات وتوصيات وبقوا على خير، 36 شهرا، خصوصا الطرقات لفك العزلة، المياه، التنمية بمعناها الحقيقي والمباشر. فمئة مليار دينار، 90 مشروع، هذا هو ما أعلن عنه الوزير. كاين قطاعات معنية أساسا بهذه المشاريع، بهذا البرنامج، خصوصا مشاريع الطرقات لفك العزلة. ولفت انتباهي في تصريح الوزير الأول، قال حتى ولاية تسم سيلت ما عندهاش مقر لائق. يعني تصوروا تسم سيلت، ولاية مهمة جدا، وبالمناسبة سكانها من أطيب الناس، أنا عندي بزاف أصدقائي في تسم سيلت وأهل وأقارب وغيره، بالصح كاين مناطق لم تصلها التنمية بتاتا. وليس غريبا وليس سرا القول بأن بزاف مناطق الظل والفقر وجيوب الفقر كانت موجودة في تسم سيلت وفي خنشلة. لذلك مجلس الحكومة نزل بكل عده وتعداده ووزرائه إلى خنشلة أولا ثم تسم سيلت الآن. فهل يمكن أن يتمخض هذا الاجتماع عن نتائج ملموسة يحسها المواطن مباشرة في حياته اليومية والمعيشية؟ هذا هو السؤال، هذا هو مربط الفرس. أطرح هذا السؤال على السيد عبد القادر عزيز، النائب البرلماني عن ولاية تسم سيلت. سيد عزيز، مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور، أهلا بك أخي قادة، وأهلا بكل عاملين في قناة الشروق وكل المواطنين المتابعين للقناة ولكل أبناء ولاية تسم سيلت المتابعين للقناة. مرحبا بك سيد عزيز. طيب سيد عزيز، 90 مشروع بقيمة 100 مليار دينار لفك العزلة، هل يعد هذا كافيا من وجهة نظرك؟ شوف، الحقيقة الأمر بادئ انزبت، خليني نقول أنه أهم شيء تحقق اليوم في ولاية تسم سيلت اللي لمسناها عند إخواننا في المجتمع المدني وعند إخواننا المواطنين، هو افتخارهم برد الاعتبار لهذه الولاية الثورية. راك تكلمت قبل قليل وقلت أنه هذه الولاية ناس طيبين، وراك مش غلط الكلام تاعك، صح، ولاد تسم سيلت وناس طيبين، وكما نقولوا احنا بالعامية ناس نوايا، ناس ثوريين منذ أن مقاومة تاع الأمير عبد القادر اللي قعد عندنا هنا أكثر من 6 سنوات، ثم مرنا بالثورة المباركة اللي شاركنا فيها بالغالي والنفيس، وقدمنا أكثر من 4000 شهيد. كل هذا الشيء لم يشفع لنا أننا نكون مثل باقي الولايات، لكن والحمد لله مؤخرا لما جاء السيد رئيس الجمهورية، الشيء اللي مخلينا اليوم نفرحه هو رد الاعتبار. أهم شيء هو رد الاعتبار لهذه الولاية الثورية، لهذه الولاية المجاهدة. بخصوص المشاريع أخي عمار اللي تكلمت عليها، أهم مشروع تم منحنا اليوم هو ربط ولاية تسم سيلت بالطريق سيار الشرق غرب عن طريق خميس مليانة. هذا المشروع الذي ناظرنا عليه كثيرا وتكلم عليه أبناء ولاية تسم سيلت كثيرا، وتكلم وطالب به المجتمع المدني، وطالب به المواطنون، وطالبنا به كمنتخبين في المجلس الشعبي الوطني. الحمد لله أعطونا هذا المشروع، مشروع لربطنا بالطريق سيار الشرق غرب. الأمر هذا الذي سيفك العزلة إن شاء الله عن ولاية الجلالي بنعامة، حتى إن شاء الله تتحرك التنمية، ونشوفوا إن شاء الله استثمارات، ونشوفوا إن شاء الله العجلة الاقتصادية تتحرك، ونشوفوا التجارة الداخلية تتحرك إن شاء الله. كذلك من أهم المشاريع اللي اتطرق لهم اليوم السيد وزير الأول، واللي كانت مطلب ولاية سكان ولاية تسم سيلت، هو الاقتطاع العقاري. لأنه مثل ما تعلم أخي قادة، ولاية تسم سيلت أكثر
من 70% جبال وغابات. هذا الشيء جعلها إن صح التعبير ولاية مخنوقة، يعني ما عدناش حتى وصل بنا الأمر أننا ما عدناش من نبنو مدرسة، ما عدناش حتى في بعض البلديات وخاصة البلدية الشمالية الزهرية بقايد برج بنعامة سيدي سليمان سيدي عابد، ما عدناش حتى وين نبنو سكن. لما اليوم دار الاقتطاع العقاري إن شاء الله هذا الأمر إن شاء الله راح يحرك كذلك التنمية ويخلينا نبنو هياكل إن شاء الله يستفاد منها المواطن أنتي سبسيتي. كذلك من أهم المشاريع هو رفع التجميد عن 92 مشروع تخص هياكل تربوية، هياكل صحية، هياكل كذلك مفرغات عمومية، كذلك منح الولاية أكثر من 5000 سكن. كل هذه المشاريع إن شاء الله راح تعود إن شاء الله على سكان ولاية سمسيلت وأحفاد الجلالي بنعمة إن شاء الله بالخير إن شاء الله. طيب سيد النائب، فيما يتعلق بالمتابعة، لأنه الوزير الأول وضع سقفا زمنيا 36 شهر تحديدا ما يرتبط بإنجاز الطرقات، أنتم على مستواكم ما هي الآليات التي ترونها ضرورية لمتابعة التنفيذ حتى لا يكون الاجتماع فقط ينتهي بمجرد ذهاب الوزراء أو عودة الحكومة إلى العاصمة؟ نعم، بارك الله في أخي قادة. هذا الأمر بالذات، هذا الأمر بالذات كان محور نقاش نحن نواب البرلمان مع السيد الوزير الأول في الجلسة خاصة قبل ما ندخلوا القاعة للمجتمع المدني، تكلمنا على هذا الأمر. قال لنا أنه راح يشكل لجنة على المستوى المركزي تتابع أهم المشاريع تاع البرنامج التكميلي. كذلك طالبنا احنا طلب منا نحن كنواب في البرلمان أننا نقوم إن شاء الله شهريا إن شاء الله برفع تقارير دورية عن البرنامج التكميلي، عن النقائص، عن مدة الإنجاز، عن جودة الإنجاز، حتى عن ممكن عن منح الصفقات. تكلمها سيد وزير الأول يوم كان شفاف جدا مع المنتخبين. كذلك قال أنه لازم هذا البرنامج التكميلي إن شاء الله يكمل في 36 شهر، وأكد هذا الأمر للسادة الوزراء. السادة الوزراء كذلك في نقاشاتنا الجانبية معهم قالوا لنا أنه بإذن الله تعالى راح يعملون من أجل أنه يكونوا عند حسن ظن السيد رئيس الجمهورية وحسن ظن سكان ولاية سمسيل، ويعملون على تحقيق البرنامج التكميلي إن شاء الله في الظرف المرسوم له وهو 36 شهرا إن شاء الله. إن شاء الله تمنيتنا طبعا بأن تكون هذه المشاريع أن تصل إلى المواطن مباشرة. شكرا لك سيد النائب. شكرا أخي عمار. شكرا لك. شكرا لك عبد القادر عزيز النائب البرلماني عن ولاية سمسيل، وتحية إلى سكان تسمسيلة. البرد هنالك طبعا، البرد في كل الولايات وأمطار، ولكن تسمسيلة كما قلت دفء قلوب سكانها يستحقون التنمية. علاه ما كانتش كاينة في تسمسيلة تنمية وتطور؟ لأن الأموال كانت تذهب إلى غير مستحقيها. محاكمات الفساد تستمر هذه الأيام في القضاء في سيدي محمد القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. هنالك محاكمات كثيرة في الأيام الماضية، 10 وزراء في حكومات الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وثلاث رؤساء حكومة، نور الدين بدوي، أحمد ويحيى، وعبد الملك سلال. يمكن حتى متابعة تفاصيل هذه المحاكمات في جريدة الشروق اليومي مثلا. هذه جريدة الشروق اليومي كاين محاكمات يعني صفحات كاملة، الزملاء يعدونها، زميلتنا نورة بشوش تعد هذه الصفحات كاملة، يمكن الاطلاع عليها وإبقائها للذاكرة باش ما ننساوش، لأنه الناس عندها ذاكرة بسيطة وش صرا في 20 سنة، وعلى بها سكان تسمسيلت وغير تسمسيلت يعادون الفقر والويلات بسبب نهب المشاريع. أهم نقطة مذكورة في هذه المحاكمة ترتبط بتسليم مشاريع للإخوة كونيناف، للشركات المملوكة للإخوة كونيناف. أهم أيضا ما لفت انتباهي في تصريحات أحمد أويحيا، المتهم أحمد أويحيا قال بأن الصفقات أبرمها عن طريق المناقصة وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها. ثانيا أنا ما دخلنيش في هذه الملفات، سياسة خاطيني شفناها في محاكمة عبد المجيد سيد السعيد تعود مع محاكمة أحمد ويحيى، أنا ما دخلنيش في هذه الملفات. عبد الملك سلال قال بأنه كوزير أول قال أنه منذ بداية محاكمتي في 2019 لم يتابعوني بجريمة الرشوة أو التبييض.
أنا مارست مهام وزير 15 سنة وسفير وعشر سنوات والي. هذا عبد الملك سلال يقول 15 سنة أنا وزير سفير والي، زوجتي 40 سنة وهي في خدمة الدولة، أستاذة ومديرة سابقة وكاتبة وسفيرة. قال الآن ربنا كما خلقتنا. عبد الملك سلال قال لماذا نزعتم أملاكي وأملاك وشقة ابني وغيره؟ 46 سنة يقول وأنا في خدمة هذا الوطن وأملاكنا فقدت. يعني لا أريد أن أعلق على سير المحاكمات، هذا ممنوع قانون، ولا على الأحكام، ولكن أريد أن أعطيكم هذه التصريحات حتى تتضح الصورة كاملة لديكم، وعلى بها قلت بأنه قراءة الملفات والتفاصيل مهمة حتى نبني واقعا جديدا ومختلفا عن الفساد الذي كان سائدا. واحد يقول خطيني، واحد يقول ردوا لي أملاكي وفيلاتي وشقاقي. 15 سنة وهو وزير وسفير. الله يرحم عثمان سعدي، ترحمنا عليه في البداية، عشرات السنين وهو سفير ودبلوماسي، وأنهاها رجل مبادئ، تبغوه ولا تكرهوه رجل مبادئ، ودفع عن مبادئ حتى توفي. واليوم لما توفي الكل ترحم عليه، لم يدخل لا محاكمة ولم يتورط في فساد ولم الفرق بين واحد يأخذ مسؤولية يدخل نظيفا ويخرج نظيفا، واحد يأخذ المسؤولية حتى يحولها إلى مصلحة شخصية ومنفعة ذاتية له ولأبنائه ولعائلته. وهؤلاء الجزائر تضررت منهم كثيرا. الوزير أرسقي براقي أيضا التماس 15 سنة ضده في قضايا لها ارتباط بقضايا المياه، وهنالك ملفات أخرى كثيرة قد نعود لها في حلقات قادمة. كلام مباشر انتهى الليلة، السلام عليكم.